ومن الجامعة القطرية إلى الجامعية الكويتية في إطار التعاون القائم بين البلاد ودولة الكويت الشقيقة. وصل اليوم إلى البلاد وفد كويتي يضم رئيس جمعية النجاة الكويتية الخيرية، حيث تقوم هذه الجمعية بتنفيذ مشاريع خيرية في المجال الاجتماعي كتوفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر الآبار الارتوازية وبناء الصهاريج والمدارس والمراكز الصحية. تقرير، نتابع التقرير التالي. وصول وفد جمعية النجاة الخيرية إلى البلاد يدخل في إطار التعاون المشترك بين البلاد ودولة الكويت، والذي ينفذ على أرض الواقع عبر المنظمات الغير حكومية، كما هو الحال مع جمعية القلم للثقافة والتنمية. استقبل الوفد سفير تشاد بدولة الكويت سعادة علي أحمد أخبش، والذي تحدث عن العلاقات بين البلدين. منذ أن فتحنا سفارة جمهورية تشاد في دولة الكويت، شرعنا في تعزيز العلاقة بين الأخوين الشقيقين، فخامة السيد الرئيس إدريس ديبي إتنو والأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وانتقلنا إلى العمل في الميدان، وعملنا على تعزيز الشراكة بين جميع مختلف المؤسسات التشادية الكويتية، سواء في إطار المؤسسات الرسمية في البلدين، سواء في مؤسسات القطاع الخاص. وهناك جهود جبارة مبذولة من دولة الكويت في إطار العمل الخيري الإنساني، وبشهادة العالم كله أن أمير الكويت الشيخ صباح كرم ومنح وسام قائد العمل الإنساني. جمعية القلم للثقافة والتنمية تعمل بالبلاد منذ 3 سنوات، وذلك في مجالات عدة، منها توفير المياه الصالحة للشرب، وكذا بناء السهاريج والمراكز الصحية والفصول المدرسية. وجاء هذا الوفد الكويتي للوقوف على الواقع وتنفيذ ما يمكن. تشرفنا بزيارة دولة تشاد، قادمين من دولة الكويت لبحث ما يمكن تقديمه من أوجه المساعدات، خصوصا في مجال الأعمال الخيرية. وطبعا نحن ممثلون لجمعية النجاة الخيرية في دولة الكويت، وهي جمعية تبحث عن مجالات الخير في حيثما وجد يعني في أصقاع الأرض. رئيس جمعية القلم أكد ذلك في حديثه بأن جمعية النجاة تعمل في تشاد بالاشتراك مع جمعية القلم، وهذا ما لاحظناه على أرض الواقع، حيث قدم نداء للمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية بالمجيء إلى تشاد والنزول بالميدان للوقوف على الحالة ومساعدة السكان. وسيبدأ الوفد جولته داخل تشاد حيث المشاريع.